كون غزالات صافا ما تفش عليكم شتك تعاودوا تقولوا لي راني وليت غير نشوف كوزينة ما كاينش نصور بلا زيت ولا شي حاجة حضروا هنا بغيتات معكم منسوجات وفرادية تشات ما ساليتش ليهم راني باقا نحكي على الكوزينة معاكم. أو صافي هنا قطعت بنا درت بحال واحد الشاورما كنت كنديرها شحال هادي لقيت عندي شوية ديال ستيك ديال الدجاج درت شوية ديال ليشو هاكا قطعتو مع بصلة مع كورنيشون مع زيتون هاكا اللي كيكون دواور الأخضر وشحرتو مزيان مع توما والتوابل وداكشي ديال الشاورما. اوكي كيجي زوين هاكا كتحطيه يتكال بحال هاكا. وهنا كنت كنصاوب فلافل غتلقاو الوصفة منزلاها فيديو شورت هي وهاد البراوني غتلقاوهم في الانستغرام وفي تيك توك وغتلقاوهم في اليوتيوب نازلين شورتس فيديو بشكل طولي ما كاملينش دقيقه فاللي بغاهم يمشي يشوفهم. وديجا هاد الوصفات راه شاركتهم معكم اكثر من مره يعني شاركت معكم براونيز انما هاد البراوني هادي راه كتجي ساهله غير بجوج بيضات وكتجي كريسبي من برا ومن الداخل معلكه زوينه جربوها سيروا شوفوها وديروا لايك كومنت. انا راه كنوجد الفطور كيف كتعرفوا ماما كتكون صايمه نهار الاثنين وحطيت الفطور دابا غادي ندير غير دوك الفلافل مع هذوك الشاورما اللي درنا هكا ومع ديك البراونيز وحط هكا طبيله وصافي. تسمعوا قرمشه راه شوفوا جربوا هالطريقه هذه جديده ديال الفلافل اللي صوبت طريقه جديده عجبتني احسن من الطرق السابقه. وصافي هنايا هذا هو الفطور ديالنا. سمعوا القرمشه تمعنوا ليا مزيان في القرمشه. سمعوا وصافي ما عرفتش غنشارك معكم في الفيديو لان انا غير خديت لقطات هكا ما كنتش عواله غادي نصور يعني فيديو ف كناخذ ستوريات هكا في انستا وستوري هكا السناب ماشي بزاف كننزل فيه مهم راكم عارفين. اسمعوا لي قرمشه ديال البراوني او لا 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 خصني تصفيقات صفقوا بليز. المهم انا البراوني من شحال هذه كنصايبه صراحه يعني نقدر نقول انني كنسرعه يعني كنسرعه بشهاده الجميع طبعا وبشهاده انا ما نحتاجش نشهد ليا ولكن انا زعما كنقول لكم جربوا هالطريقه وديما كنحاول نعطيكم الجديد. هنا دارت ماما كسكسو بالذره بلحم الراس يعني الذره كسكسو الذره هالطريقه هذه دارت انا كي كتشوفوا ما كتجيش الذره معلك. حاولت اني نصورها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. انا راه ما كنبغيش الكسكسو مسكي بزاف فما تديوش عليا مي راه معلكه من الجهه الاخرى يعني مزيدهم انا وماما صراحه كاينين. هنا صافي كنشربوا قهوه حطيت هذاك الشيء مع قهوه وغادي نشوف واش غنقدر نشارك معكم في الفيديو. والله ما عرفت انا صراحه ما نقدرش نقول لكم راني كنكون مصوره بزاف لقطات كنحاول نجمع فيديو واحد باش ما يبقاوش يتراكموا عليا فيديوهات ونعكز ونمال وهكا. البراوني كنحاول نوريكم الشكل ديالها راه خطيره. درت فيها هذاك القرقع البيكان القرقع الاخر لقيته للاسف القرقع المغربي كله خسر لحتو ولكن هذاك الاخر جا خطير فيها كريسبي كيعطي هذيك القرمشه ما نعاونش لكم. هنا مشيت طلعت الماكله ديال كلابي 20 كيلو زيت مع نيتي ومع دهري طالعه وكنقول الله يا ربي الله. ايوا صافي شنو نقول لكم كنقول لكم حتى الكليب خصكم تعاونوا تهبطوا نتوما تعاونوا تجروها تطلعوها. المهم هاد الفيديوهات راه خديتهم باش ننزلهم لهم في قناتهم في الاخر كنصدق ننزلهم في قناتي الاخرى صافي. ايوا يلا نخليكم البنات ما عرفتش اش غندير في هاد الفيديو الصراحه. مهم حتى تشوفوا شنو نقدر نزيد لكم فيها من هنا للعشيه كمل ونحطوا لكم. تهلاو لباسكم باي باي خليو لايك كومنت تنساوش باي. شنو اختي باستيل عم تايم دولوز حلوين بالدجاج هادو بالحوت وهاني دايخه معنا هنا. شنو بغيتي هاني كنعطيك الماكله ديالك اش كتبغي اش كتبغي هاني الماكله ديالك كتاخديها ديالك انت اوكي الجوع بيبي فيها الجوع ديما فيها الجوع متشبعش الجنية صراحه الليل واحد يخرج حاجه هادي نسخنوها مين جابتهم كوتر سأسخنهم. اوكي وقلنا ما شايش سخنوا فرن ولا في الكونت شبونس انا سأعود اش بغا بقل شودني كش بغا شي ماما ويو وانت هني تي ماما شي تلعبي الهربة. المهم شوفوا هاد البسطيله قالت لي اختي راه غالي ولكن شوفوا 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 شحال رقيقه. شوفوا البسطيله ديال الدار كتبقى احسن من ديال الزنقه ولكن كتشهي بعد المره شي حاجه هكا خفيفه. هادو هكا مخبلات ماشي بسطيله هي البسطيله اللي كتكون حاجه كبير.
يعني كتجي كتهبط فيا صح. خلاص بقى شتوها مش بغيتي. اي عريت نو هاني باسلا ثاني خلوش نسخن هادشي باش ما يخسرش، راكم عارفين بحال هادشي يكون سونسيبل باش تسخنوه ويبقى مزيان. كنشد الفران كنسخنو مزيان مزيان ومن بعد كندخلو كنطفي. اوكي بحال بريوات بحال شي حاجه بحال هكا بغيتو غير سخون كرواسا كروس ولا شي حاجه كيكون ديجا طيب وما تيحتاجش. شوفوا هنا راه غتحوال كنديرو يسخن مزيان مزيان مزيان، كنديرو حتى يسخن مزيان مزيان وانا نهرب عليها هي تجي حتى يسخن مزيان الفران على اقصى درجه. اوكي وكندخلهم نطفيهم ندخلهم كترجع لهم ديك السخونيه. انا بغيتو بحال هكا تخليوهم يتقرمشوا يعني يجيو شويه كريسبي، خليوه يشتعل شويه هكا طفيوه واحد القسم وطفيوه وصافي راه كيسخن دابا مزيان باقي ما سخنش. منشاش ديك البوله ولات كطفى اوكي معنينا لا اله الا الله الهربا تلقي مني هاني تلقي مني سي سي سخن سريتي سخن سخن عندك ماكلتك واش ماكلتك ما كتاكليهش وتجي تجي تزحمي معنا فيه. ايوا المهم يلا خليكم حتى من بعد باي. الحامض كنت نسيت ما تدخلوش بالحامض باش ما يتحرقش لكم، غيحرقها لكم وغتعطي واحد الريحه وغادي تعسل لكم فوق هذيك وغتحرق. تهلاو لي فراسكم، نشوفكم في فيديو جاي، ما تنساوش لايك كومنت. باي باي.